السلام عليكم متابعين قناه فلوري سيفنكس، حلقه جديده معاكم اخوكم من السيتو. النهارده يا شباب ان شاء الله هنكمل في كورس الباش اوتوميشن. حلقه النهارده هنشرح حاجه اسمها البوزيشن فاريبلز، او يعتبر ان احنا نعمل اختصارات او ان احنا مثلا ننفذ الامر من بره من غير ما ندخل على السكريبت. مثلا زي في الحلقه اللي فاتت عملنا سكريبت سميناه اس دوت اس اتش. السكريبت ده وظيفته ان انا افتح ان انا اعمل ران السكريبت ده، اقول لي مثلا انتر نمبر 1 انتر نمبر 2، اقول له مثلا 5 نمبر 1 و10 نمبر 2، يبدا ان هو يجمعهم لي ويطرحهم لي ويقسمهم ويضربهم. فانا مش عايز اعمل ده كله، انا عايز اعملها من بره. يعني مثلا بعمل باش اس دوت اس اتش، بعد كده بقول له مثلا 5 بعد كده 10، فهو تلقائيا بيعمل العمليه بالكامل عليها. ازاي نعملها؟ في نفس الوقت برضه هنتعلم ازاي ان احنا ندي قيمه، مثلا بعد كده نبدا ان احنا نقول له طلع لنا القيمه رقم 1 2 3 من غير ما نعمل سكريبت. طيب ليه يعتبر سيت؟ هنبدا ان احنا نروح على الكالو ونبدا ان احنا نقول سيت بالشكل ده. بعد كده مثلا هنقول له اول قيمه مثلا بتساوي في 7 اكس، هناخد سبيس. القيمه الثانيه بقى بتساوي مثلا فيروس بالشكل ده. مثلا القيمه الثالثه مثلا بتساوي تيتو، اي حاجه انت عايز تكتبها، بس انا قبلها بقول له سيت وبعمل سبيس ما بين كل قيمه وقيمه. طيب قبلها على طول من غير ما اعمل مثلا نظام بالنانو واحط مثلا سكريبت او افتح مثلا محرر نصوص وابدا ان انا اعمل سكريبت جوه واحفظه والقصص دي، لا انا قلت له سيت في 7 اكس فيروس تيتو كده ثلاث قيم. طيب لو انا عايز اجيب مثلا قيمه رقم واحد، هبدا ان انا اقول له ايكو. طيب انا مش في السكريبت، اقول لك مفيش اي مشكله، ده الباش اوتوميشن دي يعتبر الاساسيات بتاعت اللينكس، مش لغه برمجه، ده انت بتتعامل مع اللينكس مباشر، شرط ان انت تعمل سكريبت. طيب اقول له ايكو مثلا اعمل لي اطبع لي القيمه بتاعت مثلا النمبر 1، تمام؟ طيب هبدا ان انا اقول له ايكو، هبدا ان هو يجيب لي في 7 اكس. طيب عرف منين؟ لان انا هنا قلت له ان في 7 اكس دي اول قيمه، وفيروس 7 اكس ده فيروس دي يعتبر القيمه الثانيه، وتيتو القيمه الثالثه. طيب تعالوا نثبت كلامنا، هنكتب مثلا 2 هيبدا ان هو يجيب لنا فيروس لنا القيمه الثانيه. طيب هنبدا ان احنا نقول له مثلا 3 هيبدا ان هو يجيب لنا القيمه دي. طيب هل بيعمل مع كلمات معينه بس؟ هقول لك لا، ده انت لو قلت له مثلا ست بعد كده بتبدا ان انت تقول له مثلا اي ارقام واي حروف، تعمل سبيس، تعمل اي حروف واي ارقام برضو سبيس، برضو اي حروف واي ارقام، تبدا ان انت تدوس على انتر بيبدا ان هو يقبلها. فبتيجي بعد كده تقول له مثلا رقم 3 بيجيب لك دي، مثلا رقم 2 بيبدا ان هو يجيب لك دي، رقم مثلا 1 بيبدا ان هو يجيب لك الكلمه دي، تمام؟ فبالتالي دي طريقه بيستخدموها المحترفين بحيث ان هم يتعاملوا مع الباش بشكل اسهل واسرع. في كل الحالات برضه هنستخدمها قدام بشكل اكبر، يعني انا بوضحها لك دلوقتي بس بحيث ان احنا قدام ان شاء الله نستخدمها بشكل اكبر. طيب فخلينا نبدا نروح للنقطه الثانيه. مثلا لو عملنا نانو مثلا بالشكل ده، تي مثلا كتست دوت مثلا دوت اس اتش، تمام؟ طيب فدخلنا مثلا على السكريبت ده، عاوزين نعمل حاجه. مثلا قلنا الفي دي مثلا بتساوي رقم 1، تمام؟ اللي يعتبر خليها احط الدولار ساين هنا، هقول لكم ليه دلوقتي. بعد كده اكس، بعد كده مثلا خليها الدولار ساين 2، تمام كده. طيب فانا قلت ان انت كده بتساوي حاجه القيمه بتاعتها لواحد والقيمه بتاعتها الثانيه اسمها 2، فانت المفروض ان انت هتنفذهم لي بس من بره من غير ما افتح السكريبت. طيب قيمه واحد والقيمه 2 هنفذ فيهم ايه؟ اي قيمه بقى تحطها بس هتنفذها من بره، هنفذ ايه؟ طيب تعالوا نوضحها شويه. مثلا هبدا ان انا اقول له ايكو، بعد كده تبدا ان انت تعمل لي مثلا، ممكن احط رساله من خلال ان انا اعمل كده وابدا ان انا احط رساله جواها، او ممكن على طول ابدا ان انا افتح العلامتين دول وابدا جوه منهم ان انا اعمل اكسبريشن اي اكس بي ار. بعد كده نبدا ان احنا نقول مثلا الدولار ساين هتعمل لنا لي الواحد مثلا زائد بعد كده الدولار ساين، بعد كده هقول له 2، تمام كده. طيب فكده انا حددت له ان دي عمليه حسابيه، ماشي. ممكن اكررها تاني بنفس الوقت، برضه هنعملها كوبي على طول عشان وقت الفيديو، كنترول شيفت سي كنترول شيفت في، تمام. طيب هنخلي دي كفايه 2، هنخلي دي بس على طول بدل ان هي بدل يعني ما هي بلس هخليها ماينس، تمام. فانا كده حددت له. فلو دوسنا كنترول اكس بعد كده واي ونبدا ان احنا نخرج، لو جينا نفتح مثلا بالباش مش هتشتغل معانا. طيب ليه؟ لان انا عاملين لها المفروض نديها قيمه من بره، تمام كده. المفروض ان هو يجيب لنا مثلا، جاب لي هنا على طول سينتاكس ايرو. طيب ليه؟ لان انا مديله ان انا اديها قيمه من بره. يعني ايه قيمه من بره؟ يعني مثلا ده كده السكريبت باش تي دوت اس اتش. مش انتوا دايما بتشوفوا ادوات دايما بتستخدم مثلا الاداه، بتحط اسم الاداه بعد كده بتيجي حاطط ثانيه حاجه ثانيه بعدها، يعني مثلا زي الام اس فينوم ان انت بتعمل بقى البايلوت بعد كده بتدوس داش اتش بعد كده ده كذا كذا ودبليو وحاجات زي دي، كل حرف ليه معنى. فالمعاني دي احنا بنعملها ازاي؟ بنحطها جوه السكريبت وبنستدعيها من بره. هوضح لكم ده كله دلوقتي بمجرد ما اعمل الامر. انا اقول له مثلا 1 بعد كده مثلا 2، تمام؟ هيبدا ان هو يجيب لي 1 زائد 1 بيساوي مثلا 3، و1 ناقص 2 بيبدا ان هو يجيب لي سالب 1. طيب عرف منين؟ لان انا جوه كاتبها له. يعني لو جينا مثلا ندخل عليها بالباش كده بالشكل ده، خلينا اقول له مثلا كات بي اللي على السكريبت ده نشوف اللي جواها عامل ايه.
ابدا ان هو يجيب لنا ان ده السكريبت بتاعها. طيب فانا كده وضحت له. طيب هل معنى كده ان انا هشتغل الواحد والاثنين بس؟ اقول لك لا، ده انت تشتغل على اي حاجه انت عايزها. طيب تعالوا نجرب، مثلا خليها 5 وخليها مثلا اعمل سبيس وابدا ان انا اقول له مثلا 20، ابدا ان انا اجرب، ابدا اقول لي 25 وابدا اقول لي سالب 15. فانا كده حددت له اللي انا عايزه، واقدر برضو احط اي قيمه انت عايزها. انا مثلا ده قيمه مثلا ودي قيمه ثانيه مثلا اهو، تمام؟ فيبدا ان هو يجيب لي القيمه. فدي حاجه بسيطه جدا بتسمح لك ان انت تتعامل مع السكريبت من بره، فهمت الفكره؟ فده باختصار الملخص اللي انا عايز اوضحه لكم. طبعا تقدر تعمل من بره برضو، تقدر ان انت تعدل بالشكل ده. لو جينا مثلا نعدل السكريبت بالشكل ده، خلينا نانو، تمام. طيب فلو جينا نعدل نقدر برضو نمسح ده خالص بالشكل ده كده، تمام، بالشكل ده، ونخلي دول بس كنترول اكس واي عشان برضو ما تقولش يعني في حد بيستخدمها بطريقه ثانيه او في شرح بطريقه ثانيه. تقدر برضو تعملها بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين هتقبلها. طيب احنا ما عملناش فيها حاجه اوامر جوه، بس احنا محددين له، يعني احنا كده قلنا له مثلا 20 مثلا، خليها 70 ولا اي رقم ثاني، ابدا ان هو يجيب لي القيمه. طيب ليه؟ لان انا ما حددتلوش، يعني انا مثلا اديت له ما حددتلوش مثلا القيمه. زي ما انتم شايفين قلت له ان انت هتعمل لي عمليه حسابيه 1 زائد 2، تمام كده؟ طيب بس بعرفه ان الواحد ده بيكون مثلا قيمه مجهوله وده بيكون قيمه مجهوله، بحيث ان لما احدد له ان الواحد بيساوي كذا والاثنين بيساوي كذا، هيبدا تلقائيا ان هو يترجم دي زائد دي او ماينس. طيب لو انا عايز اوضح لليوزر برده مسموح لك ان انت تيجي هنا كده، تبدا ان انت تعمل كده، تبدا ان انت تقول له مثلا وايل مثلا بتساوي بلس او مثلا وايل ماينس، لما انت بتجمع او لما انت مثلا بتطرح، تمام. للاسف الباش ما بتدعمش اللغه العربيه زي الجافا، فمش هنقدر ان احنا نكتب مثلا عندما يتم الجمع او كلام من ده، تمام. فده باختصار فيديو النهارده، كنترول اكس واي. بعد كده نبدا ان احنا نجرب مثلا تاني عشان نوضح لكم بس الفكره. اقول له مثلا 5 زائد مثلا 5، فيبدا ان هو يجيب لي 10، و5 ناقص 5 بيساوي 0، فهمت الفكره؟ فده باختصار الفيديو بتاع النهارده، بتمنى يكون عجبكم. يا ريت تدعمونا باللايك سبسكرايب، عندك اي استفسار او اي كومنت اكتبه في كومنت تحت الفيديو، مش عايز يعمل اكزايت، تمام. فده باختصار فيديو النهارده، بتمنى يكون عجبكم. نقولها تاني، لو عندك اي استفسار او اي كومنت اكتبه تحت الفيديو، ونشوفكم في حلقه جديده من قناه فيروس 7. السلام عليكم.